السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. هنتكلم عن نتائج الجولة 33 من الدوري الاسباني بعد فوز ريال مدريد اليوم، وهنتكلم على ترتيب فرق الدوري الاسباني وترتيب الهدافين. بالنسبة لنتائج الجولة التي بدأت يوم الثلاثاء 30/6/2020، مايوركا فاز على سيلتا فيجو 5-1، إشبيلية فاز على الغانيس 3-0، برشلونة تعادل مع أتلتيكو مدريد 2-2، يوم الأربعاء 1/7 غرناطة فاز على ديبورتيفو ألافيز 2-0، أتلتيك بلباو فاز على فالنسيا 2-0، فياريال فاز على ريال بيتيس 2-0، بلد الوليد تعادل مع ليفانتي 0-0، ويوم الخميس 2/7/2020 أوساسونا فاز على إيبار 2-0، ريال سوسيداد فاز على إسبانيول 2-1، وريال مدريد فاز على ختافي 1-0. نتعرف الآن على ترتيب فرق الدوري الإسباني. بالنسبة لترتيب فرق الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة 33، ريال مدريد في الصدارة ب 64 نقطة في المركز الأول، برشلونة في المركز الثاني ب 70 نقطة، أتلتيكو مدريد في المركز الثالث ب 59 نقطة، إشبيلية في المركز الرابع ب 57 نقطة، فياريال في المركز الخامس ب 54 نقطة. إشبيلية ب 57 نقطة عذرا. ختافي في المركز السادس ب 52 نقطة، ريال سوسيداد في المركز السابع ب 50 نقطة، أتلتيك بلباو في المركز الثامن ب 48 نقطة، فالنسيا في المركز التاسع ب 46 نقطة، غرناطة في المركز العاشر ب 46 نقطة، أوساسونا في المركز الحادي عشر ب 44 نقطة، ليفانتي في المركز الثاني عشر ب 42 نقطة، ريال بيتيس في المركز الثالث عشر ب 37 نقطة، بلد الوليد في المركز الرابع عشر ب 36 نقطة، ديبورتيفو ألافيس في المركز الخامس عشر ب 35 نقطة، إيبار في المركز السادس عشر ب 35 نقطة، سيلتا فيجو في المركز السابع عشر ب 34 نقطة، مايوركا في المركز الثامن عشر ب 29 نقطة، ليغانيس في المركز التاسع عشر ب 25 نقطة، وإسبانيول في المركز العشرين والأخير ب 24 نقطة. بالنسبة لترتيب الهدافين، يأتي في صدارة ترتيب الهدافين اللاعب ليونيل ميسي لاعب برشلونة ب 22 هدف، في المركز الثاني كريم بنزيما لاعب ريال مدريد ب 17 هدف، وفي المركز الثالث جيراردو مورينيو لاعب فياريال ب 15 هدف، وفي المركز الرابع ياخوس باس لاعب سيلتا فيجو ب 13 هدف، ومعه لويس سواريز لاعب برشلونة وراؤول غارسيا لاعب أتلتيك بلباو. في المركز الرابع الخامس عذرا في المركز الخامس اللاعب أنتي بوديمير لاعب مايوركا ب 12 هدف، ولوكاس اوكامبوس لاعب إشبيلية، وفي المركز السادس خيمي ماتا لاعب ختافي ب 11 هدف، ولوكاس بريز لاعب ديبورتيفو ألافيز، وروجر مارتي لاعب ليفانتي، وفي المركز السابع أنجل رودريجيز لاعب ختافي ب 10 أهداف، وخوسيليو لاعب ديبورتيفو ألافيز، وويليان خوسي لاعب ريال سوسيداد، والفارو يأتي في المركز الثامن، الفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد ب 9 أهداف، ولورين مورن لاعب ريال بيتيس، وميكل ميرزابال لاعب ريال سوسيداد، وسيرجيو راموس يأتي في المركز الثامن أيضا لاعب ريال مدريد ب 9 أهداف، ولويس أفيلا لاعب أوساسونا، وفي المركز الثامن أخيرا أوسكار رودريجيز لاعب ليغانيز ب 9 أهداف. كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة 33 وانفراد ريال مدريد بالصدارة. نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو، والفيديو اللي نزل اللي قبل ده على طول مواعيد مباريات الجولة 34، يبقى شوفوا. نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.